بالساعة ألف من يوم 6-11-2016 2016 باشرت قطاعات الشرطة الاتحادية بتوجيه من السيد القائد المحترم قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودة البطل بالتوجه نحو ناحية الحمام وتحريرها من درس داعش الإرهابي باشرت قطاعاتنا بالساعة ألف من يوم 6-11 وبفضل الله تعالى تم تحرير الناحية خلال ساعات ساعات بفضل سواعد أبطال الشرطة الاتحادية البطلة بقيادة قائدها الفذ البطل الفريق رائد شاكر جودة ونعاهد الله سبحانه وتعالى ونعاهد الشعب العراقي عامة والشعب المصلي خاصة إن شاء الله مثل ما عاهدناهم ورفعنا العلم في الشورى وفي ناحية الحمام يوم 6-11 بالذات بالتحديد خلال ساعات إن شاء الله ما بقى إلا أقل يعني من خمس كيلو مترات والقطعات حاليا قاعد تتقدم باتجاه البوسيف ونعاهد الشعب المصلي بأن لا يثق بالإشاعات التي يتكلم بها داعش ويقول بأن إن تم السيطره على القياره او ناحيه الشوره بفضل الله وانتم حاليا موجودين ناحيه الحمام وقاعد تشوفون القطعات موجوده ومنتشره صورة صحيحه ماكو اي شيء اسمه داعش لا بالشوره ولا بالحمام ولا بالقياره وحاليا احنا متجهين للموصل ان شاء الله ان شاء الله خلال الايام مو انما ان شاء الله يوم او يومين ان شاء الله بالموصل باذن الله تعالى بالجانب الايمن وبالجانب الايسر حسب توجيهات السيد القائد المحترم تم توفير عجلات اللي هي تابعه اساسا للشرطه الاتحاديه وكذلك المعونه المواد الغذائيه وكذلك الملابس يعني وصلت مرحله احنا شفناها بعيننا يعني الجار من طلعنا دخلت القطاعات الجار يعني صار اكثر ما يقارب سنه يمكن ما طالع وشايف جاره لهي المرحله والحمد لله والشكر من دخلنا يعني انتم يمكن شفتوا وصورتوا لأهالي البارحه كنتوا ويانا من جت المساعدات لأهالي شلون كانت يعني محتاجه المساعدات وكانت داعش الارهابي اللي يعانون من تصرفاتهم المسيئة والمشيئة بحق المواطنين في منطقة الحمام حسب المعلومات اللي وردتنا يعني وردتنا أول ما دخلنا منطقة الحمام هناك يعني وجود مقبرة جماعية للشرطة من أبناء الحمام للشرطة ومنتسبي الجيش ما يقارب حسب الأخبار وردتنا يعني تقريبا 200 نفر أو 300 نفر موجودين وحسب توجيهات السيد قائد السيد القائد العام للقوات المسلحه وسيد القائد المحترم قائد الشرطه الاتحاديه باشرت مفارز اللجان الطبيه والطب العدلي بحفر المقبره وان شاء الله يعرفون تابع هاي الرسات. كيف كانت مقاومه داعش اثناء المعركه والله العليل العظيم لا مجامله ولا احنا صحيح بالبدايه صارت مقاومه قليله بس ان شاء الله فضل سواعد الشرطه الاتحاديه الابطال ان شاء الله ما حد يقدر يقف امام الشرطه الاتحاديه لان هي مشهوده لها من بدايه العمليات من الرمادي ومن الفلوجه ومن الخالديه الى حد ما وصلنا حاليا بمنطقه الحمام وان شاء الله خلال ايام قليله بنوصل ما مدى تعاون اهالي حمام العليل مع قوات التحرير والله العظيم صار احنا اليوم الثالث بمنطقه الحمام واليوم الرابع الصباح الرابع اليوم ان شاء الله يعني الاهالي بداوا يعني حتى يبلغون على الاشخاص اللي كانوا ينتمون اللي كان يشتغل بالحسبه اللي كان يشتغل بالاقتصاديه اللي كان يجمع معدهم اجور الماء اجور الكهرباء كل هاي الامور الجو بدأت الناس وعت لان عرفت لان كان عايشين تحت ظلم داعش هذا داعش اللي اتخذ الدين الاسلامي غطاء له وهم اساسا يدعون بالدين بس هم بريء من عندهم الدين الاسلامي وعرفوا بان الدوله هي اساسا هي اللي ضحت وناظرت من اجل ان توفر لهم الحريه.